طبعاتكم؟ كيفكم حبايب قلبي؟ اليوم بدي اعمل لكم الصفيحة الفلسطينية اليافوية زي ما بدكم تسموها. بدي اعملها لكم بناء على يعني طلب بعض الصبايا فبدي اشارككم فيها. هون عندي 6 كاسات طحين، وعندي معلقة صغيرة ملح، وعندي 6 معالق زيت. يعني كل كاسة طحين، اذا بدكم تقللوا الكمية، كل كاسة طحين بتاخذ معلقة زيت. بعدين مي تقريبا بتاخذ 2 كاسات، بس انا اذا احتاجت اكثر رح اقول لكم. حاليا انا محضرة 2 كاسات مي، اوكي. واللحمة عندي 0.5 كيلو، 2 بصلات حجم وسط، حبة بندورة، وهي على فكرة طريقتي الخاصة، اوكي. يعني ما نقلتها من حد، انا اللي عامليتها. فخليني اخلط واعجن وارجع لكم. هيك خلصت العجين، اعجنوها هيك 10 دقائق، قد ما بتقدروا تعجنوا احسن على فكرة، والعجين بتطلع على الايد احسن واحسن، احسن من المعكنة. يعني انا جربت الاثنين، بس انا مشان السرعة يعني قلت خليني اعملها على الماشين. العجين احسن تكون بتلزق شوي، هو افضل لما بتكون طرية وبتلزق بتطلع غير شكل العجينة. بعدين شايفين هي، هذا لما يصير نظيف معناته العجينة خلصت وتماسكت. بعديها بتشوفوا اذا بدها مي او لا. انا بس بدي ألمها لم هيك، بس بدي ادهن زيت واحط زيت بالجاط واتركها ترتاح. اتركوها ساعة تقريبا ترتاح، اوكي. هلا انا هون بحط زيت شوي، بعدين كل استعمالنا بصير بالزيت، اوكي. شوف ما احلاها، بتجنن، اوكي. رح اخليها هون ترتاح واغطيها بالكلينج فيلم بالنايلون وماشي فوقي، اوكي. وبنرجع لكم. نسيت اقول لكم اخذت معي 2 كاسات واقل من النص، ونص مي يعني شوي صغيرة، اخذت 2 كاسات وثلث خلينا نقول، اوكي. يعني هي بالعادة بتاخذ 2 كاسات، اوقات هذا الثلث يعني يا زايد يا ناقص بدونه يعني، فانتوا بتشوفوا حسب الطحين. هلا انتقلنا على الغاز نساوي الحشوة. بتحطوا لكم هيك تقريبا 2 كبار زيت، اوكي. بتحبوا سمنة كمان بصير. وننزل اللحمة. هلا بدي اقلل اللحمة، واذا نزلت مية منها طبعا انا حميت الطنجرة وعليت الغاز، حميت الطنجرة يعني. يعني اذا رخت اللحمة مي تضلكوا تقلبوا فيها لترجع تشرب المي مرة تانية. بعد ما تشرب المي مرة تانية بنحط البصل. هيك بعد ما قلبتها كتير منيح، انا حطيت عود قرفة وورقة غار، اوكي، وريحتهم طلعت معاها بالجنة. وهي هون 2 بصلات حجم وسط مبروشات ناعم. انا ما بحب البصل هيك يطلع قطع قطع، بحب ياخذ النكهة وفي نفس الوقت بيعطي هيك جوسي، يعني شو بقولوا لها انه رطب ما بتطلع ناشفة الحشوة، اوكي. هلا بقلب البصل كتير منيح. البندورة ما حد بحطها نهائيا، هاي مني انا يعني، هاي الاضافة الكل بيعملها بس هيك، انا هاي انا بحب احطها وبتركها لتنشف ميتها. ما مبروشة، شوفوا كيف ناعمة، ما بتبين ابدا ابدا. هلا بعد ما دبل البصل بحط البندورة، بتركها شوي، انا باخر شوي البهارات مشان تضل ريحتها طالعة. هلا بنزل البهارات، 0.5 معلقة صغيرة هيك قرفة عن الزبرة، و7 بهارات كمان 0.5 معلقة صغيرة، 7 بهارات. بهار حلو هيو، فلفل حلو مطحون كمان 0.5 معلقة صغيرة، اوكي. ما تكتروا، وبحط ملح كمان هيك ومندوق 0.5 معلقة حطيت، وكمان فلفل اسود يعني 3 معلقة صغيرة، اوكي. بس هلا بدي اضلني اقلب فيها لتنشف المي، يعني تقريبا شبه نشفت ما ضل اشي. هلا
حياتني ارتاحت العجينة، يعني من نص ساعة لساعة لأربعين دقيقة قد ما بدكم بتقطعوها هيك هذا الحجم. هلأ بتقدروا تقطعوها حجم أكبر، ولما بترقوها بتقطعوها من النص، يعني بتصيروا تعمل كل تنتين مع بعض. هلأ أنا حاطة هون هي زيت كتير، شايفين هذا زيت نباتي اللي بحطه هون بس للرق، والخبز زيت زيتون. أوكي، حتى على الخبز أنا ما بحط، برق بزيت الزيتون. بعد ما تطلع من الفرن بمسحها بزيت الزيتون لأنه بخاف يمرمر كتير. هلا هيك بتدهن السطح اللي انتو بتشتغلوا عليه، تفردوا العجين بزيت الزيتون. أنا زيت الزيتون ما بحب، يعني شايفين أرضية الصينية هون لما ريحتهم حطيت زيت النباتي، ما بدي أكتر زيت الزيتون مشان ما ينحرق. بالفرد بفرد بزيت الزيتون، بس يطلع من الفرن بدهنه بزيت الزيتون. هاي اللحمة كمان تاعتنا خلصت، شوفوا كيف معرقة بتجنن، ما تخافوا لا بتفرط بالعجين ولا شيء. أوكي، هلأ بدي أعمل واحدة قدامكم وبخلص الباقي، بقولكم كيف بتجلدوها بعدين مشان تلاقوها حاضرة وقت ما بدكم، عرفتوا؟ هلأ بنلفها. أوكي، بتضلكم تلفوها وبعدين بتلفوها رول. أنا استعجلت شوي على العجين لأنه بدي أرجيكم إياها، خفت إنه أنسى أصور أنشغل. شايفين تبرموها. اوكي، هلا بحط تحت كل وحده واكس بيبر على صينيه، بجمدها بالفريزر على صينيه تحت كل وحده واكس بيبر، مشان لما بدي اخبز اطلع على صينيه الخبز بالواكس بيبر تاعتها مشان ما تلزق. هيك بتقدروا تجمدوها وبعدين بتطلعوا اي وقت بتشوه، هي مجمده بتقدروا تشوه دايركت او اذا هلا بدكم على صينيه الشوي. اوكي، هياتها شايفين شو قصدي، واكس بيبر بقصقصه هيك مشان بعدين بنقله على كياس فريزر، وبتنقله كل واحدة بالقطاعة مشان ما تلزق ومشان ما تطلعوا قطعة واحدة، لأني أنا بحط تقريبا كل ستة بكيس، عرفتوا كيف؟ وخلص بس هيك. حبايب قلبي شايفين هيك بجمدهم مثل هيك، بتقدروا بعد ما بتقدروا هلأ تشوهم مثل هيك ردي للشوي، بس يطلعوا من الفرن بندهنوا زيت، يا اما بتجمدوهم ووقت ما طلعوا من الفريزر عادي فروزن تقدروا تسووهم، بس انا بعد ما يجمدوا بنقلهم على اكياس الفريزر. هاي انا شويت كم حبه بس مشان تشوفوها، شايفين اول ما يطلعوا بزيت الزيتون، ما بصير بزيت قلي تروحوا تدهنوهم، زيت الزيتون وبس ونقطه وراها. اوكي، يلا خليني اقدمهم شوفوهم، انا عملت مشان خاطركم يعني هدول، انا الباقي كله فرزته. وكمان بحب اقول لكم العجينة كتيرة على النص كيلو لانه انا بحشيهم كتير منيح، اذا بدكم لنص كيلو اللحمة بتعملوا اربع كاسات، انا بعمل زيادة بعمله زي خبز التورتيل لو بدهن عليه لبنة زعتر هيك اشي.